كنت فاتح فري فاير مثل اي يوم طبيعي مشان اصور مقطع لليوتيوب، واذا بتفاجئ وصلتني رساله من شركه جارينا. فمتحمسين تشوفوا محتوى الرساله ما بعض، لا تنسوا تضغطوا زر اللايك وخلنا نشوف جارينا شو بعته. الله يستر يا رب. مرحبا ايها الناجي صانع المحتوى، اهلا جارينا، لديك فرصه للفوز ب 10000 جوهره لمساعدتك على انشاء المحتوى. اوكي، عليك تنفيذ هذه التحديات للفوز بالجائزه. التحدي الاول، الفوز في وضع كلاس كوان بدون مساعده الفريق. اوكي يا جماعه، جارينا عرفت تختار لي التحديات. التحدي كثير صعب، بالاخص بالوضع الحالي الكل بده يطلع جراند، فالتحدي رح يكون كثير صعب. التحدي الثاني، الفوز في وضع باتل رويال المصنف بدون استخدام المعدات الطبيه، الشخصيات مسموحه. اوكي يا جماعه، يعني انا بحق لي اهيل دمي بكل شيء الا الميدكيت. للامانه التحدي قديم هو بس صعب، يعني بوجود الشخصيات هلا مثل كاشمر برايي التحدي كثير سهل. والتحدي الثالث، الفوز في وضع الذئب الثلاثيه الجديد. هذا شكله المود الجديد. اوكي، تقريبا جارينا بدها يعني اعمل اعلان على المود او شيء ما بعرف، يعني لقيته هذا مو تحدي. ما علينا يا جماعه، مع ذلك رح نسويه. والتحدي الاخير، نشر هذه التحديات على اليوتيوب وان يحصل الفيديو على 50000 لايك. هن عباره عن 4 تحديات، وثلاث تحديات علي والتحدي الرابع عليكم. فبتمنى كل شخص مشاهد هذا الفيديو يساعدني بانجاز هذا التحدي ويضغط زر اللايك مشان نقدر نحصل 10000 جوهره ونعمل فيها جيف اوي لكم. طول التلج بس يا شباب. اوف، واحد واحد نوك. اللعيبه ايه؟ الام ضاع، الام ضاع، الام ضاع، الام ضاع، الام بطل جبيد. نوك اخيرا. طول طول ليموت. ايه يا حرام، الام الام ضايع قسما بالله. الام في شيء يا شباب. ما جولت ايه؟ حرام يا اخي، يا اخي جولت لبسته ما راح احسن اسوي شيء اصلا. ما عليكم يا شباب، بس مهلوني الثقة انتو. مخور عاد. واحد نوك. يا اخي عندي عندي بلوك موس، عندي عندي بلوك موس وربي ما محسن اجيبه، عندي بلوك موس ما محسن احرك شر. ايه؟ رب الكعبة بلوك موس يا اخي حرام. نوك واحد. نك تنون يا نك تنون، بطلت اعرف احكي. ايوه حاطين فيه. ايه يلا حسن. ايه سديني نوك. يا سلام يا حسن، يلا اخر اثنين بس ضل اثنين يا نوك. مو راضيين يخلصوا يا اخي، كل شوي بهدمك واحد ما بيخلص. بس الاخير حسون الاخير شوي ضربتهم والله. فلسفه خليه يجيب الجيم. يسعد ديني. يلا يلا برافو حسن، يلا بتقدر بتقدر يا وحش بتقدر. واحد نوك. شوف انا وين وانت وين. ايش معه سلاح هذا حتى روح لي الخوذه هيك؟ بعدين هدول وين يا جماعه؟ اربعه مكمبرين، ايش في؟ المشكله مكمبرين بالدوار. هي المشكله. ايه دم واحد شفتي؟ نوك. يا اخي قسما بالله ايمي بالاكس ام 8 صاير غرام. نوك وحش. اثنين ثلاثة ولك يسعد ديني. يسعد ديني. وال وال عرقت. يلا يلا والله لا اجيب الجيم. ايزي والله ايزي ايزي ايزي. يسعد ديني. مية اربعة وسبعين. الله حسون. في عندي صوت واحد على فكرة. نوك. في من الباب بالباب واحد. هدول وين مكمبرين يا اخي؟ بس سؤال. واحد نوك. نوك ثلاثة. وات ذا فك، كيف نوكت هاي؟ روب تريبل كيل. 142. سديني يسعد ديني. مع انه والله اجاني بلوك موس بس كيف قتلته ما بعرف. صوت اللعبه عندك.
خد بكرر يا بهاء. اوف دمشتني دمشتني اللعيبه دمشتني اثنين نوك يا ابن اللعيبه. عادل مالك كل شوي يا ابن اللعيبه يا ابن اللعيبه. طلع بالشباك بطريقه بهلوانيه الله علي. في البيت هم فوق اصبح هناك كرتون ورا يا ابن اللعيبه. نوك يلا اخر اثنين اخر اثنين بدر والله بدر اخر اثنين. نوك سعديني تريبل كيل. ليه مضاع ليه مضاع ليه مضاع عندي ليه مضاع عندي بلوك موز. ارمي قنبله ثواني ثواني ممكن يعمل حاجه في نفسه لو قتل وصل. جي جي لا 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 ورب الكعب الجيم خارق جي جي. طيب مش كده يا جماعه مو متعود على جيمات السولو ف ما بحب بصراحه. في معي 1000 واحد بالبيت. واحد دمي تطلع من الشجره بس ابلع هي سعد الدين على الهيد بس على طول تطلع من الشجره تبلع هي. تعال تعال وين رايح تعال هيك على الماشي هون هون. شو القصه اللي كنا عم نلعب بالشجره بس سؤال. المشكلة يا جماعة اني انا ما بحب الفايتات عن قريب ما صراحة بالاخص اذا كان بالبيوت هيك بس كيف قتلته لهد انا ما بعرف. في ناس تحت ايم ايم مال الايم مال الايم. سلام يلا نرمي علم المتكت يا جماعة عشان ما نستخدمهم بالغلط. وين رايح تعال تعال في واحد قدام حرام دمه واحد. تعال تعال والله وين تروح تعال والله ما تهرب ورب لسه في واحد. الشخصية يا جماعة كشمير يا الله شو انها رهيبة يعني حرفين كل شيء عم نفعلها. وين راح اختفى هاد تقريبا هو تحت صح. قاتل واحد كون بس ايز. اوكي يا جماعة طلعنا من الكوك تاور بست كلات يا سلام. في دمي واحد حط ديمتري وانا لسه ما دمجته اصلا. ما شاء الله عليك على القنبلة يا حسن. مو راضي يبلع هيد. لا يا اخي خلصنا. يا جماعة اللاعب دم سبيك مو راضي يموت. لحد الآن 7 كيل يا جماعة وما استخدمنا ولا علبة ميدكيت. وين راح هاد؟ يا سلام على الهيد مات المفروض مات صح؟ اوكي جي جي برافو حسون. برافو 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 يلا يلا 8 كيلات. دمي واحد تقريبا ما؟ جيب. الهيد هيد 88 يا جماعه شو معي انا؟ شو السلاح اللي بجيب هيد 88؟ سعديني برافو حسن. اوكي يا جماعه يلا 9 كلات يا سلام. ضل ضدك ثلاثة دم واحد حلو ضل ضد اثنين يا سلام 10 كل يعني اذا قتلت الاثنين راح يصير معي 12. في واحد هون يا جماعه عم اسمع صوت اجري بس ما بعرف وينه بالضبط. هذا وين؟ تقريبا هذا بيلعب تقريبا يبي بالضبط بيلعب. لقين في مو راضي يمسك ليه؟ كل هيك تقريبا يا جماعه ضد عم يلعب على حياته تقريبا 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 ضد عم يلعب على حياته. حتى ليك مو راضي ياكل مو راضي ياكل هيد مو راضي ياكل هيد ابدا. بس يلا ما دام في كشمير كل شيء عم يعبين لنا دم. ليك يا جماعه حرفيا مو راضي ياكل هيد. حتى لما بياكل هيد بياكل هيد 60 يعني ولا ايه ولا كبوت بك احات الوقت الوقت ثواني ثواني بس لا اموت بس لا اموت. لا 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 لازم ول 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 ايش في ايش في اخيرا اخيرا قسما بالله اخيرا قالها قرر انه يموت وقتها. يا جماعه قسما بالله اللاعب عذبني ولا اللي قبله يا جماعه الخير. اي تاني تحدي يا جماعه صراحه كان سهل بس اخر اثنين حرفيا حسيت بصعوبه التحدي. طيب
هذا وياك فايت. يا سلام على الكلين. شو هاد؟ الله عليك على الايم يا حسن الاصفر. ايمي مصفر اليوم يا جماعه. يلا خد خد صنبوسه. يا سلام يا حسن. يا جماعة بتدوا شغله لو بيعملوا لهذا المود تصنيف بيكون حلو، يعملوا له رانك يعني. هذا قتله. اوكي يا سلام على الايم يا حسن، صرت مجمع 25 نقطة. والي الفرق. وين هذا؟ يا سلام. اخر لاعب وين؟ يلا جيجي. والله جيم ولا اسهل صراحة. قدرت اجمع تقريبا 9 كلات، 31 نقطة، والي الفرع عن الثاني. اوكي يا جماعة، مثل ما شايفين هاي كانت تحديات قارينا، كان علي 4 تحديات، التحديات الثلاثة كلهم سويتهم وصراحة كانوا كلهم ايزي. التحدي الرابع والأخير مثل ما ذكرت بالمقدمة إنه التحدي الأخير هو عليكم يا جماعة، لازم أنتوا اللي تسووه وإنكم توصلوا هذا المقطع لل 50,000 لايك. أنتوا أدها يا وحوش، الكل يضغط لايك يا جماعة الخير، وبس كماكم أخوكم حسن أو حسوني، نراكم فيديو آخر إن شاء الله، السلام عليكم.